اللي بيشاهد إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكية وتحديدا اللي بيلعب فيها اللاعب التركي أنيس كانتر وبتعرضها مواقع تركية حيضحك. وعلشان تعرفوا السبب خلونا نشوف كيف عرضت وسائل إعلام تركية المباراة. Take a look. Ball. One, two. Inside. Another one. Canter. Oh, nice. أعتقد اليوم في حلقة اليوم وريناكم العجب. على العموم مثل ما شفنا مواقع كرة السلة التركية قامت بتغطية وجه أنيس كانتر لاعب السلة وعضو فريق بوستن سلتكس ووضعت مثل مستطيل أسود على صورته كل ما بيظهر وهو بيلعب. وكل هذا لأنه كانتر انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حركة تغطية الوجه أغضبت أنيس جدا ولجأ لتويتر ليعبر عن حزنه في تغريدة ووصف هذا التصرف من الإعلام التركي بأنه نتيجة الدكتاتورية في تركيا. كان أنيس قد تحدى أردوغان سابقا وقال في تغريدة وجهها له ومنشنوا فيها أنه أنا لا شيء أنا شيء لا يمكنك هزيمته أنا الأمل.